السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في مطبخ مينيو دودو. النهارده هنعمل مع بعض اسهل واسرع والذ رز بلبن. يلا بينا نشوف الطريقه والمقادير مع بعض. عندنا حله على النار اهي، حله فاضيه، هننزل فيها لتر لبن. ده في اللبن دي قشطه، هو ده لبن كامل الدسم. اهي عندنا مقاديرنا، لتر لبن وكوبايه رز وشويه سكر بس، مفيش ابسط من كده ولا اسهل من كده. هننزل كوبايه الرز اهي مغسوله، ما نقعتهاش ولا حاجه اهي. هننزل الرز على اللبن، في ناس بتنقع الرز قبل كده قبليها في ميه، لا انا ما نقعتوش. دلوقتي هنا الرز على اللبن بس، لتر لبن وكوبايه رز، كوبايه رز من دي عادي بتاعت نشرب بيها الشاي. عليهم هحط كوبايتين ميه بس، اهي دول قيمة كوبايتين ميه. حطيتهم مطرح الازازة بتاعت اللبن بس، هضيف السكر حسب الرغبة بتاعتك. انا هضيف شوية وهقلب وهدوقه بالمعلقه. محتاج سكر تاني معايا هزود سكر، محتاجش خلاص، كل الرغبه يعني كل واحد حسب رغبته في السكر. عاملاه على نار متوسطه مش عاليه، نار متوسطه، لا عاليه ولا واطيه، متوسطه بس. هي كل مقاديره لتر لبن، كوبايه رز وكوبايتين ميه بنفس المعيار بتاع الرز، والسكر حسب رغبتك انت. نفضل ايدنا فيه بقى كده نقلب فيه بس، مش هنحط له النشا ولا اي حاجه زياده عن كده، هو هيلف معانا وهيربط معانا وهيتقل، وبعد كده هنشوف شكله هنعمل ايه. كده هزود سكر اهو، وهنقلب وهندقه بمعلقه نضيفه. ودي شكلها اهي وهي بتغلي، لسه برضو شويه هفضل اقلبها، هقلب كده كل فتره اقلبها بس، افضل يعني قريبه منها ما تبعديش عشان ما تتحرقش. انا بقلبها كده وخلاص، بسيبها بس ما ضغطتهمش عشان ما يفرش. ميزه الكوبايتين ميه اللي احنا حطيناهم ان اللبن الرز بيستوي فيهم، لازم نحط كوبايتين ميه، ما ينفعش نحط لبن بس. بس والشكل اهوت قرب يخش في السوا اهو، بس لسه ما استواش على الاخر، ده شكله بعد شويه. كمل برضو تقليب فيه، لما يخلص هقوله في الوقت ده بقى كده. انا وطيت عليها النار، على نار ايه واطيه. بصوا بقى عامل ازاي معايا، ربط معايا على طول، انا ما عملتش فيه نشا ولا ميه بنشا ولا حاجه، هو النشا اللي في الرز كفايه قوي بيربط معايا. ده الشكل بتاعه، نشوف واحده بقى استوت ولا لا. استوت، انا وطيت عليه كده، هسيبه ايه حاجه بسيطه خالص بتوطي عليه كده، وبعد كده هطفي عليه، احط عليه معلقه صغيره فانيليا بتديله ريحه جميله. اللي بيحب يحط عليه موارد، ميه موارد يحط، بس انا مش بحب. اهي بالشكل ده كده خلاص، ده كده كده الرز جاهز معانا. انا وطيت عليه وسايباه بس ايه دقيقتين ولا حاجه، هحط عليه الفانيليا وهوريه لكم واحنا بنغرفه. اهي الرز بالشكل ده عندنا، هحط معلقه الفانيليا عليه، معلقه صغيره بس عشان كتر الفانيليا هتمرر الرز، مش هيبقى حلو. مش حابه تحطيها خلاص، هي ما تشترطش يعني، او ما عندكيش خلاص.
كده انا هغرفه بقى كده في الاطباق. خلاص بصوا، اعرف ازاي ان هو استوى، هتلاقي الرز طريت وخلاص وما بينزلش بسهوله من المعلقه، يعني لما اعمله على المعلقه كده ما بينزلش بسهوله، تمام. ولازم يبقى فيه شويه لبن كده، ما تنشفوش على الاخر، لان هو كده كده ما بيبرد هيجمد، فما ينفعش تنشفيه على الاخر، نسيبي فيه لبن كده زي كده. خلاص كده انا هغرفه بقى، انا طفيت عليه اهو بقى بالشكل ده، ولازم نغرفه على طول، ما نستناش عليه يبرد، هو سخن، اول ما تشيليه من على النار بتغرفيه، بس قبل ما اغرفه هحط عليه حته قشطه زي كده، اللي عنده قشطه يحط، بتطعمه وبتخليه في دسامه كده وحلو. لو مش عايزه تحطي قشطه ممكن تحطي كريم شانتيه، باكو كريم شانتيه، او ممكن تحطي معلقتين سمنه بلدي، بتخليه جميل قوي طعمه حلو. هديله تقليبه كده، نسيح بس القشطه وبعدين ايه اغرفه. تمام، هنزينه بقى بأي حاجة زي ما انت عايزة، عندي جوز الهند حطي، وهو سخن برضو بس هوش يبرد. ده شكله اهو في النهاية، كوباية الرز ولتر اللبن عملوا لي الست اطباق دول وحبة كمان بقيوا. اتمنى ان انتوا تجربوه، ويا رب تكتبوا لي في التعليقات، اللي جربوا يكتب لي في التعليقات ايه رأيكم، وان شاء الله يعجبكم.